السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم معايا النهارده في فيديو جديد. النهارده هنعمل الرسمه دي على القماش. طبعا هنستخدم الايتامين علشان تكون المربعات منتظمه. يعني بالظبط كده النهارده هنعمل الايتامين بس على القماش. هنشوف ازاي. اول حاجه بتجيبي قطعه الايتامين دي، لازم تكون اكبر من الرسمه شويه، وبعدين بنثبتها على القماش بالسراجه. لازم تكون مظبوطه، يعني ما تكونش مربعات معوجه كده ولا اي حاجه، لازم تكون منتظمه علشان شغل الايتامين ده النهارده هيبقى معتمد على العد. لازم بالعدد ويكون مظبوط. طبعا لو بتعملي على حرف حاجة، لو على حرف بلوزة او حرف مفرش، لازم يكون الزاوية تكون مظبوطة بالضبط على نفس الحرف بيبقى المربع كده. بثبتها كلها من الاربع اتجاهات كده علشان ما تتحركش خالص معايا وانا بشتغل. كده خلاص ثبتها، هبتدي بقى ايه، اعد المربعات واعمل بعددهم. يعني هنا في الرسم المربعات هنا 15 مربع، 15 علامة اكس، هعد 15 افقي و 15 رأسي. هعمل المربع الاول الخارجي وبعدين هبتدي اعمل الشغل اللي جواه. بنزل كله الاول اتجاه واحد كده، اتجاه واحد كله، وبعدين هعمل صف كمان اعيد عليه. كده هنا الزاوية، وبعدين هعمل الجنب التاني. طبعا كل شوية يعني بخلص المربع ده، وبعدين لازم ارجع تاني للرسمة علشان الباترون بتاعي ده، علشان ما اعملش حاجة غلط، يبقى كله مظبوط. لان هنا العد ده مشكلته ان الغرزة فيهم طلعت مش مظبوطة او مش في مكانها، او زادت غرزة زيادة او غرزة اقل، هتفرق معاكي كتير والرسمة مش هتطلع منتظمة ولا مظبوطة خالص. كله مترتب على بعضه، فلازم ننتبه قوي لموضوع العدد يكون مظبوط. ده كده الشكل من الظهر بيبقى كده.
كده بكمل العلامة بتاعت الكروس. بثبت لما الفتلة بتخلص، بثبت بحاول كده ايه ادخل شوية كده من الشغل اللي انا عاملاه بالابرة علشان ما تبقاش الفتلة بره بالشكل ده. باخد بالي ان انا لازم اكون واخده القماش، ما تشتغليش على الايتامين بس، الايتامين ده كله هيتفك في الاخر، فلازم الشغل يكون على القماش، تكون الابرة واخده القماش اللي تحت. كده لغاية الآخر، يبقى أنا كده عملت الإطار الخمستاشر مربع في 15 مربع. معلش لو طولت عليكم، بس انتوا قلتولي يعني سريع قوي، الفيديو كان سريع اللي فات ومش واضحة الغرزة كويس، فأنا حاولت أوضحها المرة دي أكتر. كده عملنا الإطار الخارجي كله، هبتدي أعمل تاني صف بالشكل ده. هنا في غرزة في النص هي اللي موجودة وفوق مش موجودة أهي، فدي في النص بالظبط. هعمل الاول بقى الصف ده كله بنفس الطريقة كده، واسيب الغرزة دي المربع ده يبقى فاضي. اهو برضو كده ببتدي اعمل برضو النص، نص الغرزة وبعدين برجع عليها تاني بالشكل ده لغاية ما اوصل عندها. اهو بعدهم لازم العدد كل شوية ارجعي تاني للعدد، اهو لغاية هنا وبعدين هرجع عليهم اكمل الغرزة تاني. بعمل الجنب التاني، بعدهم برضو علشان يبقوا مظبوطين. خلاص كده العدد وبرجع عليه. على فكرة الشغل ده سهل جدا مش صعب، اول بس وحدة يعني دي كده المربع ده كله كده وحدة. اول حاجه دي بتبقى يعني بتبقي تضطري تبصي كتير في الباترون بتاعك وتراجعي عليه
كل شوية وتشوفي الغرز صح ولا لأ وعددهم قد ايه. انما بعد كده خلاص بقى انت ايدك بتاخد على الشكل نفسه، بتعرفي هتسيبي مربع فين فاضي والمربع اللي هتشتغلي فيه هيبقى قد ايه، العدد هتحفظيه مع الشغل. علشان دي مش بتتعمل كمان لوحدها، هي دي كده بتكرريها من الجنب ده وبتكرريها من الجنب التاني على اساس تبقى دي زاوية في مفرش او في حاجة، او بتبقى صف واحد حتى كلها، فهي مش غرزة مرة واحدة وخلاص، لا انت بتكرريها اكتر من مرة فبتلاقي نفسك حفظتيها. اهو كده ايه بانت كده، المربع الفاضي اهو بقى في النص واضح. كده تمام، كده احنا ماشيين صح جدا. اهو ده كده عرفنا ان احنا ماشيين صح، ان هما الاتنين المربع الفاضي ده والمربع الفاضي ده قدام بعض بالظبط من الجهتين، يبقى احنا كده تمام. اهو كده الشكل بعد ما خلص، يبقى ده كده تاني صف عملناه جوه المربع. الصف التالت بقى هنا هنبتدي برضو من عند المربع الفاضي ده، وبعدين هتلاقي ده التلاتة دول كده على استقامة واحدة بالزاوية اهم، يبقى احنا لسه لينا صف كمان كده اهو عملته اهم، بقول التلاتة برضو ايه على استقامة واحدة عاملين زاوية مع بعض، فبرضو الناحية التانية هعمل كده. يعني اول حاجة عملت الصف المربع كله ما سبتش اي حاجة، تاني حاجة تاني صف سبت مربع في النص وفرغته خليته فاضي، وبعدين هنا بيبقى 3 مربعات، يعني في الصف التالت ده هيبقى 3 مربعات فاضيين في كل صف في كل جهة اهو كده، اهي مربع واحد فاضي فوق 3 لو في اي حاجة مش واضحة في الشرح وانا بقوله او مش واضحة في الشغل برضو اكتبولي لو اوضحها لكم. هي المفروض هتبقى ايه اخر واحدة ونرجع نكمل الغرزة. كده عايزة اتنقل من مكان لمكان تاني، بمشي برضو يعني ممكن عشان ما افكش واثبت وكده، اقطع الخيط واثبت، ممكن اتحرك من ورا الشغل بس على الشغل اللي انا عاملاه، يعني ما تتحركيش ما بين القماش والاتامين، خلي بالك عشان انت هتفكي الاتامين، فلازم يبقى التحركات كلها تبقى على الخيط اللي انت عاملاه. بدأت كده الرسمة يبان لها معالم وتوضح شوية. كده بعد ما خلصت ال3 صفوف هنعمل بقى، يعني انا كده خلصت تقريبا كل اللي بالرصاص، كل اللي بالقلم الرصاص، هبتدي اعمل بقى اللي بالقلم الازرق. التلاتة دول هنا واحدة وبعدين اتنين وبعدين تلاتة وفوقيهم واحدة كمان، يبقى انا هزود الواحدة اللي فوق دي اللي بالازرق، اول واحدة بالازرق اهم كده، بعمل غرزة بالشكل ده واحدة بس، واتنقل للناحية التانية برضو التلاتة واروح عاملة عليهم واحدة رابعة
حددولي ورقة الورد، الغرزة دي حددتلي ورق الورد. اهي بعد ما عملتهم كلهم كده فاضل ايه؟ بعد دي في اتنين تانيين اهم، في اتنين تانيين بس جايين بالعكس. هعملهم كده في الجنب واحدة وفوقيها واحدة. اهي واحدة وبعدين التانية. اهي كده. هنا كمان هعمل برضو اتنين. بالشكل ده. اهم. كده صح. دي كده اخر غرزتين. كده خلاص، كده اخر غرزتين في الجزء ده. فاضل القلب اللي جوه. اللي جوه بقى انا عاملاه بالقلم الرصاص 4 غرز بس بالشكل ده، بس بيقفلوا القلب من جوه دول. طبعا انت ليكي حرية اختيار الالوان اللي انت عايزاها. ممكن كمان كل الفراغات دي، الفراغ اللي احنا سايبينه جواه، تعمليه بلون تاني، تعمليه بأي خيط لون تاني. بس هنا انا ما عملتش، بس ممكن تعملي اي خيط لون تاني. هتبقى الوردة من جوه ليها لون، واللي على الحرف ده كله لون تاني. اهي بالشكل ده. كده احنا عملنا الرسمة كلها. بثبت بقى في الاخر كويس. ده بقى الشكل النهائي لما خلصت. هو شكلها طبعا الرسمة هنا طبعا عشان مربعات كبيرة انا كده، فطبعا مختلفة، انما هو العدد. الرسمة تحسيها مختلفة بس هو العدد. طبعا بتسيبي صف وتعملي الوحدة التانية. حتى الناحية دي برضو بتسيبي صف مربع كده، صف وتعملي التاني علشان يبقوا شكلهم حلو جنب بعض. يعني بعد ما بنخلص بنشيل كل السراجة بقى اللي احنا كنا عاملينها دي، بنفكها كلها. لان خلاص كده انا عايزة اشيل بقى الايتامين ده. هقص الزيادة.
هشيل بقى الخيوط بالشكل ده، هسحبها كلها بالشكل ده. لو حاجة طبعا ايه زيادة شوية او حاجة برضو بنقصها علشان تبقى سهلة معانا. اهو كده بنسحب الخيط بالراحة علشان القماش ما يتشدش معانا. اي حاجة بقى ممكن تساعدك بتستخدميها، لو كانت ابرة او اي حاجة. لو هتعملي وحدات زي ما قلت لك جنب بعض على حرف بلوزه او على حرف مفرش او حاجه، الافضل انك تعملي مربع مربع علشان لما تعرفي تسحبي الخيط تيجي تسحبيه ما يشدش معاكي الشغل ويشد الخيوط كلها. انا هستخدم هنا الملقط ان انا اشد الفتل دي. علشان بقدر اتحكم فيه بالخيوط بتبقى فتلة فتلة او حاجة او اتنين اتنين، بس بيبقى يعني بيشد بالراحة غير ايدي، بيبقى افضل. يعني لما بشد بايدي باخد كتير معايا فبيشد القماش. مجرد ما بتشيلي جهة خلاص التانية بتبقى سهلة جدا. التانية ممكن بقى تسحبيها بايديكي ما فيهاش اي مشكلة، بس زي ما قلت لك لو بتعملي عدد منها من الرسمه دي عدد جنب بعض، الافضل تعملي حاجه حاجه كده علشان تعرفي كده. خلاص سحبنا كل الخيوط اللي من الجهه دي، التانيه بقى ايه تبقى سهله جدا ان شاء الله. كده شغل الايدين اهو بقى على القماش. ممكن تعمليه بقى على بلوزة، على اي حاجة بقى عجباكي، اي حاجة عندك. ممكن اي رسمة، طبعا مش هي دي الرسمة الوحيدة، يعني في بطرونات كتير جدا ممكن تجيبيها من على النت وتنقليها عندك في الورق بنفس النظام كده. على فكرة الورق ده مش مربع، ده مربعات كبيرة، بس انا مقسماها من جوه مربعات صغيرة علشان انقل عليها البطرون واعرف انقله على القماش بالشكل ده. احنا نقلناه على القماش. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم ويكون واضح، واي استفسار واي سؤال واي غرزه جديده اكتبولي برده قولولي عايزينها وانا اعملها لكم. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، واللي بيشوفني لاول مره تشتركوا في القناه. مع السلامه.